هذا احداثيات الاوتلت. احلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته من هذا الاوتلت الجميل، برلين ديزاينر اوتلت. هذا خارج برلين تقريبا من السنتر لين هني 30 كيلو جنوب برلين. اول مره نزوره، وانا من محبي زياره الاوتلتات او اي اوتلت في اي دوله، وطبعا من افضل الاوتلتات اللي هي في ايطاليا ثم المانيا وفرنسا. اذا تبغي تشتري حاجياتك او حاجياتك اشتروها من هالاماكن هاي. صباح اول الصباح الساعه 10:30 صباحا، توهم فاتحين. زين اني انا محاسب للوقت دائما، لاني بكون في مدينة بوتسدام قريبة من هالمكان هذا طبعا، لكن الوصول من مكان لمكان، الزحمة الساعات اللي تدخل فيها من مدينة لمدينة في أوروبا تاخذ منك وقت. المسافة تلقاها 30-40 كيلو، لكن تقطعها في ساعة ونص ساعتين، ولين تدخل المدينة وتوصل الأوتيل اللي مثلا اللي انت حاجز فيه شغلة، يعني لازم تحاسب حق الشيء هذا. أوتلت جميل، شوفوا كيف مرتب ويستحق الزيارة، خصوصا إذا كنت في برلين لا تطوف الأوتلت هذا. طبعا تكلمنا عن الأوتلت، فيه بعض الاستفسارات من إيطاليا. إيطاليا طبعا فيها تقريبا 31 أوتلت، وأفضلهم طبعا سيرفالي، وحاسبوا له الوقت يا إخوان. في إيطاليا موسم التنزيلات شهر من أول 7 لنص 8، في كل المحلات الاوتلتات، والاوتلت بعد اوريدي فيه تخفيضات، لكن بعد يسوون تخفيضات ثانيه. شوفون كاي اوتلت عادي، يعني نفس الترتيب ونفس الصفه ونفس، بس انه يعني يفتح النفس. يا رب، حلو حلو هذا الطابع الفرنسي في البناء، هالأشكال هاي. إذا كان يا إخوان من ضمن الناس اللي ينظمون مثل اللي يديرون مثل هالأوتلتات في أوروبا، إذا كان من تنظيم ماك أرثر، فاعتمدوا على المكان أن بيكون الأوتلت جميل وحلو. هذا من الناس اللي لهم باع طويل هالشركة في إدارة مثل هالأماكن. إذا شفت اسم ماكارثر على أي أوتلت اعتمد الأوتلت. طلعنا من المبنى الرئيسي ونروح مبنى ثاني. كأنك في قرية وتمشي، نفس اللي في جنوب شتوتغارت ميتزجن. اوتلت صراحه مرتب وحلو، لكن اللي ما عجبني في المانيا اوتلت انجلوشتاد اللي في اللي شمال ميونخ 90 كيلو تقريبا، هذاك ما عجبني، صقره وما شيء ما يشجع. يعني لمحبي الاكلات البحريه، هذا المطعم نورسي بحر الشمال حق الغداء. ولا عليك، لا طبعا في مطاعم افضل عنه لان في خيارات اكثر، لكن يعني هذا اكلهم نظيف، انا كمان مره مجربنها، اكلهم مرتب ونظيف. شوف السياره كيف اثار زينه هاي، طبعا سياره قديمه من المانيا الشرقيه. عاد هني ما يذكرونها الا زمن الطيبين. اي زين زين زين، الحين ذكرت في جسر للسفن، ان شاء الله ان شاء الله بكره بنوصله. يفصل كان بين المانيا الشرقيه والغربيه في نهر. نواصل مسيرنا، سحب على سياره هجينه.
في الاوتلتات دائما يكون هناك في او في واي فاي فري، فاللي يحب يستغل الشيء هذا ففي الاوتلت متوفر. اللهم تشبك، تضغط على اكسبت وروح. شوفوا كيف بالله عليكم، ما يحتاج يتكلم. درجة الحرارة تقريبا 11 بهذا الحدود. اليوم الجمعة وجمعتكم إن شاء الله مباركة وين ما كنتوا. التاريخ أظني 5/5 أي نعم 5/5 اليوم 5/5/2017. يا أخي في السفر، والله في السفر تنسى التاريخ، تنسى نفسك، تنسى عيالك، تشوف المناظر اللي مثل هاي ما تبغي تذكر حتى زي ما طلعت الكلمة. نواصل تصويرنا. أنا قريت أنا من فترة كان شخص يقول لا ما يسوى وما يسوى الوصول، حرام عليك يا أخي عيال، يعني شو اللي يسوى؟ يعني سوق مرشد يسوى؟ حرام عليك يا أخي، ولا سوق حجر. صراحة مرتب وأنصح فيه وبقوة اللي يكون في برلين لا يطوفه. صراحة حلو حلو حلو. هذا قدامكم، أنا أحاول قد ما أقدر أخليكم كأنكم جنبي تمشون وتشوفون المنظر كأني أنا اللي أشوفه، وأتمنى أني أفيد أكبر شريحة من الناس من الخليج إلى المحيط، حتى أخوتنا في باكستان وفي الهند. نهاية عند جوب، نشوف سكة ثانية بعد شو ورانا إن شاء الله عقب هالمكان. بنزور معاكم مدينة البودستام قريبة من هالمكان، وبتكون الليلة من كان للمبيت لأنها مدينة كبيرة تبغى لها زيارة على الأقل من 6 ساعات إلى 8 ساعات. بتكون مدينة المبيت فيها. ننتقل إلى القسم اليمين. بصور لكم على السريع يا إخوان لأني أبغى أدور لي بعض الأغراض، أبغى أتفرغ، بشتري ملابس رياضية، بشتري إذا لقيت شيء حلو هني. ايوه هذا محل هنا اديداس، وقبله من هناك محلنا. انا هاي الماركة اللي تعجبني. وينكم يا اهل السياكل؟ وينكم؟ كرمكم الله محل النعول الديزاين مبس. يلا سموحة منكم أسكر تصوير، بروح أشوف لي شيء لله. هذا أحداثيات الأوتلت.